موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته إلى الجزائر لليوم الثالث والأخير قبل أن يتوجه إلى تونس في زيارة رسمية استجابة لدعوة من نظيره قيس سعيد، أفاد بذلك بيان للرئاسة التونسية. يرافق الرئيس عباس في زيارته وزير الخارجية رياض المالكي وعدد من كبار المسؤولين. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره الفلسطيني الزائر، أكد أن الجزائر تطمح إلى تقوية الصفوف الفلسطينية بالوحدة، كاشفا في ذات السياق عن استضافة بلاده قمة جامعة للفرقاء الفلسطينيين قريبا. كما كشف الرئيس الجزائري أن الجزائر قررت منح مساعدة مالية لدولة فلسطين في إطار مساندة قضيتها. أخي الرئيس أبو مازن، أننا سنجمع كل الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر في أقرب وقت إن شاء الله، ربما تكون مقدمة للوحدة العربية التي نطمح إليها من خلال القمة. قررت الدولة الجزائرية تقديم لكم سك ب 100 مليون دولار كمساهمة الجزائر لميزانية الدولة الفلسطينية. كما أجدد لكم أن الطلب التي تقدمت به دولة فلسطين بطلب 300 منحة لطلبة في الجامعات الجزائرية فهي مقبولة ومرحبا بهم على الرأس والعين. من جهته قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن إن الجزائر تظل على الدوام مع فلسطين فعلا وقولا، لافتا إلى أن فلسطين تمد يدها للسلام في إطار مؤتمر دولي ينعقد وفق الشرعية الدولية. فالجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، ظلت على الدوام فعلا وقولا مع فلسطين، وشعبنا الفلسطيني يكن لفخامتكم وللجزائر وشعبها الشقيق وقيادتها وقواها السياسية أسمى مشاعر المحبة والتقدير والعرفان. وقد أكدت لفخامة الرئيس بأننا نمد أيدينا للسلام في إطار مؤتمر دولي ينعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جمعه مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي على أنه سيستمع إلى كل الآراء، مشددا على عدم انفراده بالرأي، لكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين حسب رأيه. كما أعلن قيس سعيد أنه سيتوجه قريبا إلى الشعب لتبيان المرحلة المقبلة. وفي مناسبة سابقة تساءل الرئيس التونسي أثناء لقاء جمعه بممثل السلطة القضائية في قصر قرطاج بالقول إلى متى سيتواصل الأمر على ما هو عليها في القضاء رغم أنه أهم من كل السلطة. يكفي من الضحك على ذقون التونسيين، وأنا لا أنفرد بالرأي كما يقال، بل أستمع إلى كل الآراء. لا أنفرد بالرأي لأن لابد من الحوار، ولكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين، وسيتم الإعلان وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة عن المرحلة القادمة حتى نخرج من هذا الوضع الذي تردت فيه تونس. لسنا من دعاة الديكتاتورية ولا من دعاة الاستبداد، بالعكس أبعد الناس عن هذا، ولكن من دعاة العدل، وعلى القضاء والقضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم في تحقيق العدل بين المتقاضين.
ونبقى دائما في تونس، حيث يلتئم غدا الأربعاء المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول. وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض دول الأعضاء. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، خلفا للمبعوث الأمم المستقيل يان كوبيج الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري. وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إن ويليامز ستقود المساعي الحميدة والوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. تصدر اليوم محكمة الاستئناف في هولندا حكمها في قضية اتهام وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب. وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، يتهم فيها غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا. وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير، لكن زيادة استهنف مطالبا قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية. توجه رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد ديفيد بارنيا اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية محدثة حول البرنامج النووي الإيراني فيما سيلتحق به وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس غدا الأربعاء لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني. أفادت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم أنه جرى إخماد الحريق الناجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية وخلف أضراراً مادية، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا. وقال تلفزيون الرسمي السوري إن 5 انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب عدوان الإسرائيلي على ساحة الحاوية بالمرفأ. يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع الضمانات الأمنية المتبادلة على رأس جدول الأعمال عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم عبر فيديو. وقال المتحدث باسم الكريملين إن الأمن الخاص بكل من روسيا وحلف شمال الأطلسي سيكون الموضوع الرئيسي للمباحثات أثناء اجتماع المقرر بين زعيمين. وكان بوتين قد دعا الحلف مؤخرا إلى إنهاء توسعه ناحية الشرق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.